انتي وانا بنعرف انك ارتكبت مجازر كتير بلا ما نضحك على بعض، بس يمكن تكون هاي اللحظة المناسبة لنلتقي على شي ونحكي بشكل عقلاني. عجبتني هاي، حلوين انتو المثقفين بس تحكوا. ليك يا عمو، انا زلمة حقيقي مو تبع تنظير. انت بتعرف انه مانك قدران تخليني عندك للأبد، وما عندك شي ضدي ولاني عامل شي غلط. ايه للأسف، انت رح تطلعي وانا رح ابقى هون. اذا خلينا نستغل وجودنا مع بعض هون هلا ونحاول نلتقي على شي ونحكي من انسان لانسان بشكل عادل. انت وانا مجروحين. وكيف بدنا نشفي جراحنا يا دكتورة؟ تمسك ايدي وبمسك ايدك. شوف، نحن هلا بالسجن وما حدا عم يسمعنا، فيك تعمل فيني اللي بدك اياه. سبق وعملت فيني اللي بدك اياه، عذبتني، رهنتني، جرحتني، زليتني، بس ليكك لا ارتحت ولا رح ترتاح. خليني أسألك بالأول، سوريا بتستحق كل هالدمار والقتل؟ بتستحق داعش والإرهاب؟ شو عملنا ليصير فينا هيك؟ شو عملنا؟ والله بدك تسأل هذا السؤال لنظام الأسد يلي غزا الإرهاب، بدك تسأل حافظ الأسد عن يلي عملوه بالثمانينات. ليش دائما تنكروا انه الارهاب مو صنيعه الايديولوجيا وانه التطرف مو صنيعه القمع؟ انا ما بنكر انه في البعض انجرف باتجاه التطرف، بس نحن طلعنا بثورتنا لنسقط الكل. شوف كيف السوريين طردوه من المناطق يلي دخل عليها. اسمع منيح، السوريين يلي طردوه مو النظام،